الترويج للجزائر كوجهة سياحية وجذب السائح العربي إليها واحد من أهم الأهداف التي وضعها منظمو الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسياحة بقسنطينة نصب أعينهم من خلال برنامج خاص وبمشاركة عدة دول. صالون سيرتا هو الطبعة الخامسة، صالون دولي فيه الحضور فيه ضيوف شرفيين السنغال، سفارة السنغال، وفي عدة سفارات يكونوا موجودين، وحنا الفرصة يعني نشوف متواجد في الجزائر الاتحاد العربي للإعلام السياحي. الاستعانة بصنيعي المحتوى من أجل إعطاء دفع للسياحة وترسيخ وجهاتها لدى المتلقين عامل بات يلقى رواجا كبيرا في الأوساط السياحية بعد الانتشار السريع للرقمنة. صناعة المحتوى صارت اليوم من أهم يعني أدوات الترويجية لإبراز أي منتوج. ما نتحدث اليوم أنه موجود طبعا مجموعة من صانعي المحتوى على مستوى يعني الوسائل المختلفة الذين سيساهمون بلا شك بإبراز هذا المنتوج وتقديمه للسائح العربي من خلال طبعا حزم مختلفة. التركيز على الجانب السياحي ملف وضعت من أجله السلطات العليا في البلاد استراتيجية كاملة لاستغلال كل الإمكانيات التي تسخر بها الجزائر في تنويع مصادر الدخل خارج الريع البترولي.